بسم الله الرحمن الرحيم. طفى الجوال. هلا وقتك. السلام عليكم، انا محمد. الو الو، تفضل. كنت بدي اسالك صحيح شيء. شو بدك تساله؟ كنت لا عندك بدك تساله. يا رجل مش عارف احكي. تمام. لا مش لك الكلام. اسف، كنت بدي اسالك. شو قلة الاحترام؟ طفى عجبك هيك؟ السلام عليكم، انا محمد غنايم. اعتقد انك لاحظت ان الهاتف كان مغلقا اثناء اجراء المكالمة، وان الشخص كان يخاطب نفسه. صحيح، هذا ليس خلل فني، بل هو مع الاسف واقع يعيشه 23.6 مليون شخص حول العالم. أعتقد أنك لاحظت عنوان الفيديو، مرض الشيزوفرينيا. قبل أن أبدأ في هذه التجربة الحقيقية، أريد منك أن تجلس في مكان هادئ وتضع سماعات الأذن. مهم جدا أن تضع سماعات الأذن. التجربة ليست مخيفة بقدر ما هي مزعجة، لذلك أريد منك أن تطبق كلامي بالحرف الواحد. طبعا الآن سأقوم بتشغيل صوت يمثل صوت العقل، وهو صوت مماثل للأصوات التي يسمعها المصابين بهذا المرض، وخلال ذلك سنحاول القيام ببعض الفعاليات والإجابة على بعض الأسئلة. لنبدأ على بركة الله. أنا هنا. طبعا الصوت الذي تسمعونه الآن هو جزء مما يعيشه أصحاب هذا المرض، وتلاحظ أن تفكيرك بدأ بالتشتت والغرابة بدت على وجهك. أشعر بالدوار. غبي. أنت غبي. الآن سأطرح عليكم عدة أسئلة وأريد منك أن تجيب عليها بسرعة، وأريد منك أن تبقى مركزا. أعلم أن الأمر صعب، ولكن مستعد؟ السؤال الأول. خمسة على خمسة ناقص ستة بسرعة كم؟ سمعتم هذا؟ أخبرني. دع السؤال جانبا. السؤال الثاني. أنا أحبكم، هل تحبونني؟ نوقف الفيديو. أي شخص جاوب بلا يطلع برا. لا أمزح. في العادة لا تحتاج كل هذا الوقت لتجري هذه العملية الحسابية البسيطة. أكررها عليك. خمسة ضرب خمسة ناقص ستة كم؟ 19 صحيح، ولكن بسبب التشتت الحاصل والصوت الذي في عقلك لم تستطع. إذن العرض الأول كما جاء في ويكيبيديا قصور في الاستجابات الانفعالية الطبيعية أو عمليات التفكير الأخرى. وعندما أخبرتك أنني أحبك أو هل تبادل نفس الشعور، لم تشعر برغبة في الحب أو العاطفة في ذلك الوقت، لأن الصوت مزعج لدرجة أنك لا تفكر في العاطفة. فالعرض الثاني لهذا المرض هي اللامبالاة العاطفية. ولو أخبرك الصوت أن الطريقة الوحيدة للتخلص منه هي الانتحار، هل كنت ستفعل؟ لأن 1,120,000 شخص فعل وانتحر حول العالم بسبب هذا المرض. وأمور كثيرة أخرى يمكننا استنباطها من هذه التجربة البسيطة. صحيح، ما أجمل الهدوء. تمام. تعريف هذا المرض حسب ويكيبيديا تقول هو اضطراب نفسي يتسم بسلوك اجتماعي غير طبيعي وفشل في تمييز الواقع. طبعا نحن في هذه التجربة ركزنا على الهلاوس السمعية، فما بالك لو كانت هلاوس بصرية؟ الأمر سيكون مزعج جدا. والأمر المحزن في هذا المرض أنه لا يوجد علاج له. صراحة لست من محبين التعلم عن الأمراض النفسية أو الخوض في تفاصيلها، ولا أحب أيضا أن أوجه نظركم إلى هذا الجانب من الطب، لأنني ببساطة لا أريد أن أعطي عقلك الباطن معلومات أو أعراض عن مرض ما، ثم في المستقبل لا قدر الله تصاب بإحدى هذه الأعراض فتعتقد أنك مصاب بهذا المرض، وهذا خطأ شائع يقع به الكثيرون مع الأسف. ولكن الذي دعاني للتكلم عن هذا المرض حقيقة هو أنني تعاملت مع أحد المصابين به وأثر بي، فأحببت أن أنقله لكم أو أنقل معاناته لكم إن صح التعبير، وذلك لسببين. السبب الأول أن نحمد الله على النعمة التي نحن بها، والسبب الثاني أن نحسن التعامل مع أصحاب هذا الابتلاء. وأمر آخر لفت انتباهي خلال دراستي لهذا المرض هو أنه يصيب الذكور بمعدل أعلى من الإناث بـ 1.4 مرة. طول عمركم محظوظين. ما شاء الله. ونصيحة جانبية، دائما حاول الابتعاد عن الضغوط النفسية. ابقي نفسك محاطا بالأهل والأصدقاء، لأن أغلبية الأمراض النفسية تبدأ عندما تتراكم الضغوط ولا تجد من تشاركها إياه. وإذا شعرت في يوم من الأيام أنك تحتاج إلى الانعزال عن من حولك، انعزل بين يدي الله في سجدة وأخبره بما تشاء، ولا يسعني
إلا أن أذكر هذه الآية الكريمة. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انتهت هذه الحلقة وخرجنا من هذا الكابوس المزعج، وبقوهم يرون ما لا نرى ويسمعون ما لا نسمع، ولكنهم بالتأكيد أكثر منا قوة، لأنهم دائما يحاولون الفصل بين الحقيقة والخيال. وضعت لك في الوصف روابط لمراجع علمية بحتة يمكنك التوسع بها، مع أنني لا أنصحك بذلك. وفي النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وأتمنى عليكم أن نوصل هذا الفيديو إلى 30,000 إعجاب، ليس لي بل لأجلكم، ودمتم في أمان الله.